اجت يعني هو اجت تحديدا ما حد يقول لها اربعه لا والله شيء اربعه ثلاث يعني والله كبت انا واحده عندي اثنين شوفي ما وتعرضنا لكثير شغلات يعني صعبه مثل انه نترك بيوتنا فترات طويله ونجلي منها على مناطق يعني ضيعه غير ضيعنا او مناطق غير مناطقنا مشان بس لحتى تهدى هاي المنطقة من القصف. كان أطفال كتير نرجع نلاقيها ميتة، أطفال كتير نلاقيها يعني ما موجودة بالبيوت كلها أشلاء بالشوارع. كان كتير منظر صعب حتى نبعدوا عن أطفالنا، يعني أطفالنا لحد الآن في يعني بهل ذاكرتهم كتير وفي منهم صار معهم مرض نفسي من هالشغلات هذه. الطيارين بالطيارة كانوا يقصفوها، حتى لو كان طفل لحاله كانوا يقصفوه، يعني كل شيء بيتحرك في هذا الضيعة أو هاي المنطقة كانوا يقصفوها. طلعنا وسكننا هون، في حدنا يعني سكنة كمان عسكرية هون تابعة يعني للأردن. وقت اللي بيطلعوا الطيران الأردني كانوا يقولوا يا أمي هدول الطيران كتير مليح ما كان يقصفنا، لأنه نحن كمان عشنا كيف كان يضرب الصواريخ من الطيران، ما نعرف كيف نهرب، كيف ما نلاقى شيء متحرك. Pracuję w niewielkim, kilkutysięcznym mieście pod syryjską granicą w Mafraq. Znajduje się tu znaczna liczba uchodźców syryjskich, którzy nie przebywają w obozie, ale są to tak zwani miejscy uchodźcy. Wojna trwa już od 20 miesięcy, wiele w tej sprawie się nie zmienia. Politycy spotykają się na szczytach, darczyńcy ofiarowują datki. Natomiast ja ani nie mam wpływów, ani nie posiadam grubego portfela, ale to nie znaczy, że w tej sprawie nic nie mogę zrobić. كنا بالمدرسة ندرس ونطلع ونحل وظايفنا، بس خلصنا نروح نلعب هون. أما بلشوا طلعوا الدبابات بلشوا يرشوا علينا، أما تخبينا نحنا، أما اجت رصاصة من فوقنا، رصاص أما بطحنا بالأرض. هو رصاصة كان راكب البسكيت معانا، نحنا بلشنا نمشي طايرين بالبسكيتات، قام تخبينا ورا دروي، قام هو آخر شيء متصاوب يوم كان مصرخ وإجت رصاصة متصاوب، قام بلش يكب إنه الدم، قام أصعف الجيش الحر أخذه. رايح على قصير على الفرن جبن ربطين خبز وجيت وراكب موتور من سكل، حاط ربطين قدامي ولقيتني سيارة شبيحة، شفت ها بس شوف فكري انها ماشي على الطريق، قمت خدت اليمين خالص وعطيتها الطريق كله، جت ودها صارت وراي ما قدرت تصيبني، نزلت على التراب ضربتني وراحت، ضربتني وقطعت شي 20 متر ورجعت لورا ونزلوا منها اثنين، جو علي واحد قال له واحد قال قري هذا شو رايك نقتله؟ ليه؟ هي كله مات نشرونه وراحوا. سيارة الجيش الحر، جو الجيش الحر خدوني على مشفى ميداني سووا لي عملية. والله ما اقدر اتحرك بنوب على وضعي هذا، رجلي وايدي على وضعي هذا، شوف يدي شلون احركها. وإني زقفته، والله لازم زقفته لبشار الاسد. ليش؟ هم الله خالقهم واحنا شلون شياطين؟ ليش؟ انه هم حقهم يعيشون ويتفرفهون واحنا يعني لازم نضل كل عمرنا تحت كنادرهم. ليش؟ احنا حجاب عندهم. بس اول بروجكت هذول ما بدنا اياهم، يعني خليهم معاك. عمل كاريتاس في المفرق هو عمل مساعدة للحالات الإمرجنسي، الحالات الطارئة، من ناحية ملابس، أغذية، من ناحية صيانة للمنازل إذا كان المنزل غير صحي أو المنزل بحاجة لمساعدة، من ناحية الصيانة، من ناحية أجار البيت. الحالات اللاجئين السوريين لما نزورهم بيحكوا لنا شوي عن الأوضاع، أحياناً بيتحدثوا عن أوضاع البلد، عن أوضاعهم هم، شو اللي حصل معهم هناك، ناس كانوا فوق صاروا تحت، بطل عندهم إشي،
يعني هم ما بيحكوا كثير لأنهم هم بيتحسسوا من الحكي. Caritas Polska przygotowało kilkumiesięczny projekt, w ramach którego objęło opieką dzieci uchodźców syryjskich. Ja głównie pomagam i prowadzę zajęcia z angielskiego i z edukacji nieformalnej. Większość moich podopiecznych to są po prostu dzieci bardzo małe, które ani właściwie w Syrii nie uczęszczały do szkoły, ani tutaj ze względu na wojnę, która przyszła. I przez to te dzieci, mimo że mają już 8, 9, 10 lat, często po prostu są analfabetami, to znaczy nie znają cyfr arabskich, nie znają alfabetu i wszystko to musimy ich uczyć od początku. Manji, that's the last one. Wszystkie te dzieci, które tutaj są, przeżyły jakąś traumę. Czy to jest historia dziewczynki, która lekko głuchła, bo bomba wybuchła tuż koło jej ucha? Czy to jest historia ludzi, którzy uciekali ze swoimi dziećmi pod ostrzałem karabinów w nocy, bo dosłownie przez ich pokoje przetaczał się front? Czy to są historie dzieciaków, które były postrzelone w ten czy inny sposób przez jedną albo drugą armię? Takich historii jest mnóstwo. Dzieci raczej tego nie uzewnętrzniają, ale czasami takie momenty smutku, zwłaszcza kiedy rozmawia się o ich życiu tam w Syrii, się pojawiają. Dzieci uchodźców w większości były świadkami bardzo traumatycznych zdarzeń, sytuacji w Syrii. My, bawiąc się z nimi, staramy się ich otworzyć, żeby znowu zaczęły funkcjonować tak jak kiedyś, tak jak normalne dzieci. Very good. Shukran. Wahed. Wahed. Nim. Talat. Arba. Hamsi. Sirti. Sabta. Asera! Asera, okej, brawo. Asera ten. Kiedy rozmawiam z moimi podopiecznymi, z moimi dzieciakami, to ja widzę na ich twarzach uśmiech, widzę, że one też korzystają nieco ze spotkania z tą drugą osobą, z tym innym, jakim jest dla Syryjczyków Polak, no bo to jednak jest inna kultura, coś innego. Widzę trochę uśmiechu na ich twarzach, a to jest dla mnie najważniejsze, bo chociaż na chwilę mogą zapomnieć o tym, co przeżyły w Syrii. Kiedy na jednej z lekcji poprosiłem dzieci, żeby opowiedziały mi o swoich marzeniach, to nie był łatwy moment, dlatego że większość tych dzieci marzy tylko o jednym, żeby wrócić do siebie, do domu, do Syrii. A bardzo często tych domów już nie ma. Zostały zburzone przez czołgi, przez wojska tej czy drugiej strony, czy też Bashara al-Assada, czy też Wolnej Armii Syryjskiej. W związku z powyższym no, nie ma do czego wracać. Nie bardzo wiem, co takim dzieciakom odpowiadać, więc zostają tak naprawdę spojrzenia i pełne nadziei, gesty, że w przyszłości będzie lepiej. To są naprawdę niełatwe momenty. Na początku dzieci rysowały bardzo ponure obrazki w bardzo ciemnych kolorach. Często zdarzało się, że rysowały ciała, zniszczone domy, bomby. Natomiast dzisiaj, po kilku miesiącach programu i po kilku miesiącach ich pobytu tutaj w Jordanii, te rysunki mają zupełnie inny wymiar. Takie, jakie powinno rysować normalne, psychicznie zrównoważone dziecko. Ciepłe, w kolorowych tonacjach. Thank you.
كاريتاس السنة الماضية كان أعطونا حرامات وأعطونا دفايات وأعطونا مواد غذائية، لكن عاد يعني أحسن من المخيم. يعني اللي قاعد هون غير اللي قاعد بالمخيم، في عندك بالمخيم 45,000، روح شوفهم كيف حالتهم. أمسيات 3 أطفال ماتوا من البرد. بخيم تجي عاصفة شيل الخيام عنهم يظلون بالعراء. Pojechaliśmy do Zaatari Camp, dlatego że bardzo wielu naszych podopiecznych przeszło przez ten obóz. Bardzo wielu Syryjczyków uciekło z tego obozu. Chciałem zobaczyć, dlaczego ci ludzie byli tak bardzo zdeterminowani, żeby żyć poza obozem, w którym teoretycznie pomaga im kilkanaście organizacji humanitarnych, więc teoretycznie powinno to być lepsze życie niż to, co ich spotyka poza obozem, gdzie są zdani tylko na siebie, a przecież nie mają pieniędzy, pozwoleń na pracę i tak dalej. A zwłaszcza, że jeżeli uciekli z tego obozu, no to są już w ogóle nielegalni na terenie Jordanii. وأنا حضرت أحد المظاهرات اللي انطلقت من بصرة الشام. عصايا ما حدا حامل. اللي حامل حامل غصن زيتون أو خبز أو حليب. وهتفنا الشعب الجيش واحد. بعد ما قطع جاوزناهم بنصف المظاهرة تقريبا، السلاح اللي حيانا نزل يرش فينا بدون سابق إنذار. يوميتها كان عدد القتلى 150 قتيل، الجرحى كانوا أكثر من 200، المعتقلين كانوا 185 معتقل. أيوة، خذونا على التحقيق، على التحقيق اللي في تقرير، في تهمة موجهة له، دوري يشبحوه. يعني أنا شفت اللي يجوا من التحقيق يجي ظهره دم، الشيال تبعه قميص الشيال ينقل دم، تبلش العالم تعالج فيه وتطبب فيه وما يقدر ينام المسكين. كل اغلب الشباب هيك وضعها، بس انا تفاجأت ما فيش تقرير. يعني لما حققوا معي ما فيش تقرير قدامهم اي تهم موجهه لي، شو بسوي في المكان اللي كنت فيه وليش رحت وليش كذا، وشويه اسئله مسخره وبعدين قلعوني. في ختيار من اللي كانوا معنا ما فيش داعي اذكر اسمه، طلب يشرب مي بالليل. طبعا ما كنا ننام، طلب يشرب مي، كرك كثير على السجان بدي اشرب مي، بدي بس يجي السجان يحكي كلام بذيء، كلام ما بنحكاش الحقيقه يعني. بعدين قالوا يا ابني اني معي السكري وما بقدرش انام اذا ما شربت. قام عصب السجان وجا فتح الباب. اني شو توقعت؟ توقعت انه حنقلبوا عليه وبده يشربوا. سحبوا من عندنا وضربوا 25 كرباج يعني بكانوا كلياتنا. شو ما مو طالع بيدنا نسوي شيء. وين ضربوا؟ على رؤوس اصابعه اللي طبعا، وعلى رؤوس اصابع رجليه للختيار. اسا بدك مي، يحكي له اسا بدك مي ولا كلب. Thank you.
W obozie poruszyła mnie liczba namiotów, ich bezkres, sięgający właściwie po horyzont. I to, w jakich warunkach ludzie tam żyją. Często stłoczeni całymi, nie wiem, 10-kilkunastoosobowymi rodzinami w jednym, w dwóch namiotach. Brakuje wody, często na jeden namiot przypada jeden piecyk elektryczny, albo w ogóle nie ma takiego piecyka. Na kilkaset namiotów przypada jedna toaleta publiczna. Poraża też to, jak szybko to, co miało być tymczasowe, przeradza się w to, co zdaje się być stałym. Takie namiotowe życie to jest życie po prostu gorszej jakości. To jest życie w zawieszeniu. Życie, które jest w międzyczasie takie. Ani nie jest taki człowiek obywatelem Jordanii, ani nie ma szansy podjąć tu pracy, ani nie ma szansy zarobić, ani nie ma szansy niczego właściwie robić, poza w sumie snuciem się po tych obozowych alejkach. Mam takie przytłaczające wrażenie, że Zatali Camp to jest takie miasto smutku, do którego ludzie przybywają, ale z którego zmierzają donikąd, bo ani oni nie wiedzą, ani nikt inny tak naprawdę nie wie, co z nimi zrobić. A lot of my close friends were dead. Whether with shots, you know, gunfire or under, you know, houses. We helped a lot, but how can you help and they're still dying? It's something, you know, continuous. Ongoing. Every free Syrian is fighting Al-Assad because we want to live free. We want to have our free words. I want to say anything and won't be killed for it. So we live with death, alongside with death. Nothing is certain. المهم أخي الكريم، إحنا بالبداية قلت لك إنه ثورتنا ثورة كرامة. أنا كنت من أحد المعتقلين. أخذونا إحنا ما كناش نعرف وين رايحين، حطونا غمايات على عيوننا وحطونا بالسيارات وأخذونا. أهالينا يدوروا علينا، إحنا ما نعرفش وين إحنا. دخلونا يعني تدخل من قبو وتفوت لقبو أول مرة نحن نشوف هيك، يعني في ناس لما تشوف هذا المناظر هاي في ناس كانت تغمى. طرق التعذيب اللي كانوا يعذبوها للناس، أنا ظهري كانوا يطفوا فيه السجاير. في ضابط يعني كانوا عاطينه أوامر. لانه ما نفذش الاوامر يعني عملوا فيه شغلات بشعه شغلات بشعه صيخ الحديد كان يحمي يدخله بايده من هون ويطلعوا من هون يرجع يحمي يسحبوا من ايده طرق تعذيب يعني ما صارت حطونا غمايات بجريهم يضربونا عروسنا يعفسوا على العالم يقولوا قول لا اله الا بشار يحطوا صوره لبشار يقول لك صلي عليها صلي لربك يعني اتخذوا بشار رب لهم وهاي آخرتنا جينا لهون على المخيم لاجئين والأمور بخير والحمد لله النظام زائل بإذن الله Uczę dzieci, gram z nimi w gry, pomagam im dochodzić do normalności, wychodzić na prostą, zapomnieć o tych traumatycznych, dramatycznych wydarzeniach. Chcę, żeby ich rany się zabliźniły i to jest dla mnie najważniejsze. F, F. D. D. B. 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 C. C. OK, now we are changing, OK? A. Dzieci pod każdą szerokością geograficzną są takie same. To znaczy zawsze są radosne. Bardzo rzadko uzewnętrzniają traumy, które przeżyły. Wtedy powstaje pytanie, czy to źle, że one się uśmiechają? Czy byłoby bardziej prawdziwie, gdyby były smutne i gdyby były nieszczęśliwe? Mi się wydaje, że nie. Wydaje mi się, że to wręcz przeciwnie, że to dobrze, że te dzieciaki się uśmiechają, że mają w sobie
sporo tej radości, których wojna domowa w Syrii nie zdołała zabić. Mi się wydaje, że to jest fantastyczna sprawa, bo to pokazuje, że dla tych dzieci jest jeszcze nadzieja na przyszłość, na normalne, lepsze życie.